تحية للصحفي، كنشكرك على هذا على هذه الاستفاتة. يحس بهاد المسؤولات بهاد الناس الضعفاء اللي ريبوا لهم الديور ديالهم من 2011 وباقيين في الشارع حتى 2024، وحتى حل ما كاين. هذا راه حشومه، عيب وعار، ماشي مره ماشي جوج. حتى واحد ما بيسمعنا، حنا رجعنا الرساله للسيد الوالي، والي بقى فينا مازال ما ريحنا معاه. السيد الوالي الله يجازيك بخير، راك راجل نزيه وراجل كيقولوا الناس، لا احنا مازال ما ريحنا معاك، الله يجازيك بخير. راه هذا هي النداء ديالنا من هذا الكور ديال الناس الفقراء، كيجيو لك واحد الرساله، الله يجازيك بخير. هذا الرساله من عندي انا، الى رحمه معنا الله يرحم لك الوالدين، شوفوا الخلل فين جاي. الى عندنا احنا الخلل باش ما حكمتي علينا راه غادي نودوه، الى كاين الخلل في شي حاجه اخرى خصي شوفوا الحل فين كاين. الله يجازيك بخير. هذا النداء من السيد الوالي المحترم لوسي عمزاسي، الله يجازيك بخير. راك راجل نزيه وفي المكان المناسب، وانت في المكان المناسب، الله يجازيك بخير. راه هذه الرساله من عندنا كنوجهها لك انت اللي بقيتي لنا، ونشوفوا الحل ديالك. الله يجازيك عمزاسي، راسلنا لها عباد الله ثلاث طلبات، وحتى حتى ما كاين حتى 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 الرد. هذا راه حشومه. حنا كنتبعوا للولايه، مشينا عند قسم التعمير عند المدير الديوان، قال لك راه السيد الوالي راه راسل لقسم التعمير. مشينا عند قسم التعمير، قال لك المسؤولين ديالو راه مازال ما جا السيد اللي اعطى التعليمات. ملي جينا عند قسم التعمير قال لك اودي انا ما عندي حتى شي جديد، ما عندي والو، انا هذاك الشيء راه ما كاين منه والو. حنا كنطلبوا المتماس من السيد الوالي ورجال السلطه، الله يجازيكم بخير. حنا راه فقراء، راه ما عندناش، راه من 2011 ريبوا لنا الديور ديالنا في سفح الجبال، وقالوا الى القانون اللي غادي يدار حنا درناه، وقالوا غادي تستافدوا، وحتى حاجه ما كاينه. حنا كنطلبوا المسؤولين اللي هما النزهاء، هذا راه حقنا، راه ما يمكنش نسمحوا فيه، راه ما يمكنش حنا نبقاو في الشارع من 2011 حتى 24، والغيب ديالنا بغينا تزيد لقدام، وبغينا السلطه ديالنا باش تزيد لقدام، وبغينا المسؤول ديالنا يحسوا بينا ويحسوا بهاد الضعفاء، باش ولا فلي كانوا القرار العاملي راه كاين، راه فين مكتوب، والناس يجدوا الوثائق ديالهم، يجدوا المسائل ديالهم اللي كيستاهل السكن غيعطيوه ليه. ومؤخرا جاو هاد الناس الجدد قال لك اودي راه ما عندهاش لا راضي. هذا انتم ملي ديتوا عيب الله لا راضي ديالنا، دوزتوا فيهم الطرقان، ودوزتوا فيهم رواد الحارات، ودوزتوا فيهم عيب الله، وحنا فين غنمشيو؟ فين غادي نمشيو؟ راه هذا حقنا عيب الله، هذا راه السكوله ديالنا، راه الله ديالنا شدينا فلوسنا، ماشي واحد يدي الفلوس وخليونا حنا نبقاو في الشارع. هذا راه مشيل، هذا الله يجازيكم بخير. يا المسؤولين، يا الرئيس الحكومة الله يجازيك بخير، يا الرئيس الجماعة الله يرحم لكم الوالدي، ولا السيد الوالي المحترم الله يجازيك بخير. راه راسلناك باش تعاون معنا، راه راسلناك ماشي مرة، ماشي جوج، ماشي ثالث، راه عندنا الدليل، راه ماشي حنا كنهضروا هكاك، راه كنهضروا بالوثائق. الله يجازيك بخير، راه بغيناك تريح معنا، شوف لنا الحل ديالنا فين كاين، فين كاين الخلل. إذا كتسألوا شي حاجة الله يجازيك بخير، عطيه لينا. إلا ما كتساووا شي حاجة قولوها لنا. الله يرحم لكم الوالدين. واحد الرسالة كنطلبوا الله تبارك وتعالى جلالة الملك ديالنا، الله مريض الله يجعل سيدي ربي تبارك وتعالى يعفيه ويعافيه وينزل عليه الشفاء. راه الملك ديالنا راه لابس مسكين السبرديلة، كيتجرى باش يفك المشكل ديال المواطنين، وين خاصو مع من. يا المسؤولين، يا المنتخبين، يا المولاف، يا السيد الوالي الله يجازيك بخير. حنا راه ماشي جينا نقول نختار نجيو للولاية، نجي نوقفوا فيه، حنا راه ترجينا في الله، وانت والمسؤولين ديالنا ريحوا معنا، شوفوا معنا الحل، الله يرحم لكم الوالدين. إذا كانت تستاهلوا شي حاجة عطيوه لينا، إذا ما كانت تستاهلوا شي حاجة قولوا ما كانت تستاهلوا والو. حنا راه ما عندناش ديك 50 متر اللي عندنا، شريناها بنيناها، راه ما كان فيها ما كانش فيها باش نديروا فيها الوداد اللي استقروا، جيتي ربطوها لينا، قلتوا لينا ما عندكمش الرخصه، ما عندكمش هذا، ما عطيونا القانون ديال الله يرحمكم الوالدين، ما عطيوناش الاستفاده، عطاونا الله يرحمكم الوالدين قلوبنا ورخصه نبنيو المحلات الله يرحمكم الوالدين. حنا راه ماشي كنطلبوكم، حنا كنطلبو حقنا اللي هو الحق الدستوري، كنطلبو حقنا السكنه ديالنا الله يجازيكم بخير. الله راضي ديالنا، راه دوزتو فيهم الطرقان، دوزتو فيهم رواد الحارات، دوزتو فيهم البانوات، وحنا راه بقينا في الله، بقينا في الغلا، راه بقينا حنا في الغلا، راه كترجع في الملك ديالنا، الله يجازيك بخير، الله يعفو عليك.
والله يشافيك والله يرحم لك الوالدين والله يزيدكم بخير هذا المسؤولين تاعهما يشوفوا من الضحايا الهدم يشوفوا الحال ديالهم. والتحيه لك والسلام عليكم. السلام عليكم. احنا كضحايا الهدم ضحايا الهدم منذ 2011 منذ 2011 وحنا كنعانيو مع هذه الولايه، لان هذه الولايه كل مره كيجي مسؤول كيعطينا وعود كاذبه. بمعنى سير دابا نفكوا لكم مشكل كنمشيو وفي الاخر كنرجعوا لنقطه الصفر. يعني احنا ما كيقول لك ما عندكم والو. علاش اودي؟ الناس عندهم ارقام ديالهم السكنه والتعمير، الناس محصيين، علاش ما يستافدوش؟ راه عيب وعرض ولاد الحق والقانون. وحنا مقبلين على تظاهرات كبيره ونخليو المشاكل العالقه في المدينه راه حشومه. راه كنطالبوا السيد الوالي انه يفتح معنا حوار جاد يعطي الناس الحق ديالهم. كيتسالوش حاجه يعطيها لهم، ما كيتسالوش الله يعاونهم. هادشي اللي كنطالبوا به، تبعين القانون ويعطيو الناس ديالهم، ماشي يقمعونا. راه عيب وعار. راه كنطالبوا صاحب جلاله الله ينصره ويشافيه، الله يشافي لينا، يشوف حال هاد الناس هادو، يعطي الاوامر ديالو باش هاد الناس يتفكوا. راه هاد الناس كيطلبوا غير السكن ديالهم لا غير.